للسنة الثانية على التوالي شارك بنك سوسيتي جنرال في لبنان برعاية معرض بيروت آرت فير، وتميز مرة جديدة بمنصته ريفيلينج باي SGBL المخصصة لدعم الفن المعاصر الشاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال ريفيلينج يسلط بنك سوسيتي جنرال في لبنان الضوء على الفن المبتكر الواعد، تأكيدا على دعمه المستمر للثقافة والفن في المنطقة. وحشد SGBL على هذه المنصة العديد من زبائنه وشركائه وزوار المعرض بحضور الإدارة العامة للمصرف.